لما أنزل ربنا سبحانه قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرهم في هذه الآية بأمرين: أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسلموا عليه. السلام عليه عرفوه، لكنهم ما عرفوا كيف يصلون عليه، فلذلك أتوا فقالوا كيف نصلي عليك، وكيف هذه يسأل بها عن كيفية الشيء، الامتثال حاصل لكنهم متوقفون عن معرفة الكيف. كيف نصلي عليك؟ نحن تقدم لنا أن الصلاة في لغة العرب ترد لمعان كثيرة، المراد منها هنا الدعاء، صلوا عليه، صلوا عليه ودعوا له. كيف ندعو له؟ مجيء الصلاة في لغة العرب معنى الدعاء، يعني له شواهد كثيرة، منها قول عشاء ميمون تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، هذا هو البنية. عليك مثل الذي صليتي، ماذا قالت هي؟ تقول بنتي وقد قرب ما شيء ناقة ترتحل، قربت مرتحلا سيسافر، فقالت هي يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع في سفره هذا، دعت، فقال هو عليك مثل الذي صليتي، أي دعوتي، عليك مثل الذي دعوتي، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. نعم. لهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فقال صلى الله عليه وسلم يريهم كيف يصلون عليه، قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم.